يعد يميش رمضان من أساسيات طقوس شهر رمضان في مصر، حيث تحرص العديد من الأسر على شرائه قبيل وأثناء الشهر من الأسواق المختلفة، والتي شهدت هذا العام تراجعاً ملحوظاً في القدرة الشرائية للمواطنين. من هذا السوق يحرص كرم على شراء يميش رمضان، عادة ما زال يحافظ عليها مثل كثير من العائلات المصرية على الرغم من ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. بصون طيبين، رمضان طبعا من غير يميش ما ينفعش، وإحنا السنة دي يعني في زيادة في الأسعار عن السنة اللي فاتت، بس طبعا ما ينفعش عاد علينا رمضان من غير ما نجيب يميش للأولاد ونفرحهم. الإقبال على شراء يميش رمضان شهد ركوداً وفقاً لكثير من التجار نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة، وارتفاع معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 35.7%. ركود طبعاً في السوق زي ما السنة اللي فاتت كان برضو يعني البلح كان حنان شوية والسعر كان حنان شوية من غير السنة دي خالص، تمام، وده خلى ركود شوية في السوق اللي الناس مثلا ابتدت تنزل يعني ايه خفافي، وفي نفس الوقت برضه اللي كان بياخد 5 بقى ياخد 3 ياخد 2 كده يعني. بنجيب طبعا على القد الاول، ما بنجيبش كميه كبيره، بنجيبش كميه يا دوبك مثلا تكفي مده وبعد كده بنكمل تاني بحيث ما تفضلش حاجه وتبوظ وتبقى حاجه كويسه للاولاد يعني بيفرحوا بيها، حاجه كويسه. باخد بلح العيال وباخد مش العيال، بس الاسعار نار نار نار. بلح بتاع الغلابه اللي كنا بنجيبه ب 15 جنيه السنه اللي فاتت النهارده ب 30 جنيه و40 جنيه. لازم اجيب واجي واشتري وجميع كل حاجه رمضان، يعني مش رمضان كله والبلح، واعمل لهم الخشاف وادخل عليهم الفرحه، وكمان غير القيمه الغذائيه الكبيره، فاحنا بنستنى رمضان ده عشان نفرح الاولاد ونفرح وبقى فيه بركه كبيره قوي. اليميش يعد ضيفا دائما على موائد المصريين في شهر رمضان، وهو كلمة دخلت اللهجة العامية المصرية منذ العصر الفاطمي، وتعني المكسرات والحلويات المصنوعة من الفواكه المجففة. زيادة أسعار اليميش نتيجة لانخفاض العملة المحلية أمام الدولار لم تمنع المصريين من الحفاظ على عادات الشراء، عادات تحافظ عليها الأسر المصرية كافة منذ سنوات طويلة احتفالا بشهر رمضان الكريم. محمد خالد، المشهد، القاهرة.